بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وتم التسليم. ثم بعد، السادة المشاهدون، تقبل الله صلاتكم وصيامكم وصالح أعمالكم. متواجد حاليا بمحل نور الدين الوثيق للصوتيات وبيع جميع أنواع الصوتيات. هذا المحل الذي تم افتتاحه يوم الخميس 14 من شهر أفريل سنة 2022 بعد صارة الأمس. هذا المحل متخصص في الصوتيات. طبعا العديد من المواطنين اللي متخصص في الصوتيات كانوا يشقوا لولايه غردية باش يجلبوا واحد الماتريال والحاجات نتاع لاصونو، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الاخ نور الدين الوثيق اللي وفر لنا هذا المحل اللي ان شاء الله يكون في ولايه المنيعه. وهذا المحل متخصص في كل انواع الصوتيات، وراح نتعرفوا على المحل وما وش فيه وكل الحوايج اللي يخص. تفضلوا بي ولنا اللابس. طبعا ربما تعرف بعض الالات نتاع لاصونو اللي ربما يحتاجها سيتو المساجد اللي في مدينه المنيعه. عندنا مثلا هذا سينوردين، وش هو؟ هذا لاتات نتاع البوق. البوق اللي يجي في الجامع الكبير ذاك تاع الاذان. ايه تاع الاذان والصلاه وكل شيء. هذا تسمى رانا كما نشقوا الغردي ماكاش. ايه ذاك حاليا راه متوفر الحمد لله. والمومبران نتاعو ما يتحرق ولا اللي محروقين نعاودوه. ايه عامل هاي المومبران تاعو. هذا هو هذه الحاجه زعما تجي مع تحرق، هذا نعاودوه احنا من عندنا ان شاء الله. ثم الساده المشاهدين باش يكونوا في الصوره ايضا، السينور ديال الوثيق هذا المسجد اللي يحتاج البوق ولا الامور تاع كل الحوايج تاع الصوتيات متوفر في المحل هنا، ولا سواب راهي هنا في المحل. اما بخصوص التركيب وفقط، حنا نتفوقوا المساجد فقط، التركيب واللاصون وهاد الامور اللي حابين المساجد، فالسينور الدين وبعض رجال الخفاء اللي راهم واقفين يركبوا في سبيل الله مجانا، تركيب مجانا. اما الامور هذه للبيع، نتعرف على اله واحده اخرى ولا على سميتو حاجه اللي كانت بالخيوط نتاع الناس تشتغل غادي على تعاني من الخيوط. ايه؟ الخيوط كاين من 100 متر وغادي. هاد الكوابل كاع كوابل من 100 متر وغادي. ميكروفونات عمينا، الميكروفونات على كل انواع، خمسه ولا سته انواع كاين. ايه ما شاء الله. هذو الميكروفون ميكروفون واحد ربما وقيلا قلت لي على سميتو الخيوط والكوابل كاع اللي عامل لي ميكروفون سون فيل. ايوا سون فيل كاين ثاني تروا موديل والخيوط ولا سميتو هذا التريبل في تاع الباف تاع الباف تاع الميكرو ثاني كاين تاع الميكرو تاع الميكرو. ربما هاي تاع الميكرو تاع الميكرو هاي تاع الميكرو. يعني في حفله ولا في محاضره ولا في اناشيد ولا شي حاجه كيما هكا ولا حتى مش عارف هادو متوفر هنا اللي ما كانش متوفر حق، والا كنا نروحو نشقو الغردة الورقلة كان اللي يروحو تصطيف يعني. طيب. الحمد لله هاد الامور هادي راه بدات متوفر عند محل نور الدين. طبعا باش نعاودو نركزو على المحل اين يقع، المحل يقع بالقرب من المكتب تاع السفر تاع كرادة، والمحل تاع كريكبة اللي رستور المطعم الخلف نتاعو المحل متواجد تاع نور الدين الوثيق في هاد البلاصة. الحبايه حدانا هنا الكراده وانا خلف كريكبه. بعض الامور اللي ربما نتعرف عليها في المحل واش موجود، هذا هذو اللي فيش تاع لي ميكرو، كاع انواع اللي فيش كاع انواع اللي فيش تاع لي ميكرو تاع لي باف. ايه كل انواع والخيوط ثاني كيف كيف عمينا خيوط عمينا. هذا المحل يعني فاء الخير لكل ساكني ولايه المنيعه. الحمد لله يعني صراحة يعني لا عناء السفر اللي كنا نتنقلوا الغردية ورقلة، الحمد لله ذكرها هنايا سينور الدين الوثيق. يعني إن شاء الله تكون فاتحة خير لك، إن شاء الله يكون إن شاء الله رزق إن شاء الله.